الأسبوع اللي طاف تم تنفيذ أيضا بنجاح وكفاءة عالية المرحلة التجريبية للتعليم الذكي خارج الحرم الجامعي لجميع طلبته. عن هذه التجربة ومدى نجاحها وكل الأخبار المتعلقة بها الآن معانا سعادة الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، بيتكلم أيضا مثل ما ذكرت عن نتائج استبيان تقييم تجربة التعليم الذكي في كليات التقنية العليا، وإذا في سؤال بنسأل إياه إن شاء الله. إذن سعادة الدكتور عبد اللطيف، السلام عليكم. عليكم السلام، صبحك الله خير. بخير وعمر وعلى مستمعينا الكرام، حياك الله، تفضل. طبعا احنا هي تجربه خلينا نقول استباقيه لكليات التقنيه في اعداد وتجهيز طلابنا للتعلم الذكي عن بعد. فاطلقنا هذه التجربه في الاسبوع الماضي يوم الاربعاء والخميس، والتي شملت ما يزيد عن 20,000 طالب وطالبه في جميع 16 فرع لكليات التقنيه في الدوله. التجربة طبعا غطت ما يقارب 3,000 محاضرة تم تقديمها عن طريق نظام التعلم عن بعد، النظام الإلكتروني. وطبعا لدراسة التجربة ونشوف مدى نجاحها، قمنا بمسح مع الأساتذة ومع الطلاب، وأخذنا رأيهم في هذه التجربة وملاحظاتهم، لأن نحن طبعا بعد أسبوعين راح يكون هناك أسبوعين من الدراسة المكثفة بالتعليم عن بعد، لذلك استعدادنا لهذا الأسبوعين كان أمر ضروري. طبعا كليات التقنية بحكم أنها يعني استخدام التقنية أو التكنولوجيا كجزء أساسي في بنيتها التحتية منذ التأسيس، وفي آخر سنتين تم التركيز بشكل كبير على التعلم عن بعد بطريقة خلينا نقول بالنظام الجزئي وليس بالنظام الكلي، باعتبار أن هذه تجربة مهمة وهذه من ضمن التقنيات الحديثة التي تهم اليوم هذا الجيل اللي هو نحن نسميه جيل الآيباد، جيل اللي تعود على التكنولوجيا. فوجود تعلم عن بعد بكفاءة عالية من ناحية الجانب التفاعلي للأساتذة مع المعلمين أمر مهم جدا بالنسبة لنا. فكان يعني المسح يعني يأخذ رأي طلابنا وطالباتنا، ويأخذ رأي كذلك أساتذتنا في مدى كفاءة تنفيذ هذه التجربة. الإفادة من المسح هو التقرير اللي نشر اليوم، أن أول شيء نسبة الرضا عن استخدام هذه التقنيات تجاوز 91% بين طلاب وطالباتنا وأساتذتنا، وهناك رضا عالي جدا يتجاوز حتى 75% بين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في استخدام هذه التقنيات. طبعا المنصة الإلكترونية هي نحن نسميها منصة بلاك بورد العالمية، وهذه المنصة معروف في تعامل بالتعلم عن بعد على مستوى العالم، باعتبار أنها ليس فقط فيديوهات مرئية يستخدمها الطالب ويستخدمها المعلم ويكون التفاعل من خلاله. فهذه المنصة كان كذلك لها أثر كبير في الجانب التفاعلي والاستفادة من هذه التجربة. طبعا هناك أشياء كثيرة تفصيلية، منها طبعا لاحظنا من بعض آراء الطلاب أن نسبة تساوي ما بين 50% من طلابنا يفضلون لا زالوا التعلم عن طريق اللي هو في الفصول الدراسية العادية، و 50% وجدناهم بالعكس أن التعلم عن بعد كان مسري بشكل كبير بالنسبة لهم. وجدنا أن هذا يعتمد على الجانب التطبيقي أو الجانب اللي فيه يتعلق بحلول المسائل. الطلاب في هذه الحالة طبعا يفضلون الفصول الدراسية أكثر من التعلم عن بعد، في حين المواد اللي خلنا نقول أقل في الجانب التطبيقي واللي تعتمد على الشكل النظري أكثر كان التعلم عن بعد مفيدة بالنسبة لهم بشكل كبير. من الأشياء اللي لاحظناها كذلك الالتزام طلابنا وطالباتنا بالوقت المحاضرة كان عالي جدا. يعني بعمر طلابنا العادة نحن نعاني في حضورهم بالذات محاضرات اللي تبدأ الساعة 8 الصبح، هذه المرة شفنا الحضور 100% على محاضرات الساعة 8 الصبح، لأن بالنسبة للطالب أو الطالبة مشوار إلى الكلية يعني وزحمة الطريق خلينا نقول ما كانت موجودة، فحتى التزامهم بمواعيد المحاضرات والمحاضرات الصباحية بالذات كان يعني هذا يعني كان يبين عليه أثر كبير. هناك طبعا بعض الملاحظات الأخرى اللي يعني خلصت منها بعض التوصيات،
كيف نعزز هذه التجربه وكيف ان بالفعل نمكن اساتذتنا بشكل اكبر ان يكونون على يعني استخدام هذه التقنيه بشكل وبكفاءه عاليه. نحن اليوم في كليات التقنيه كل مدرس عندنا يجب ان يحصل على شهاده نسميها الاي تيتشر سيرتيفيكيشن، وهذه شهاده عالميه تمنح كذلك من بلاك بورد العالميه، تعطي افضليه في كيف استخدام هذه التقنيات. مبشر المعلم المتميز في الفصل الدراسي يكون متميز في التعلم عن بعد، لان هذه التقنيات لها خصوصيه ولها كذلك اللي ممكن تثير شغف الطالب او الطالبه بشكل افضل. ف يعني هذه البرامج التدريبيه اللي نحن في كليات التقنيه في اخر سنتين تحديدا بدينا نركز عليه بشكل كبير، بدينا نجني ثمارها بشكل عالي واعطتنا خلينا نقول افضليه مقارنه بالمؤسسات الاخرى اللي ما دخلوا في هذا النوع من التعلم. نحن نطمح كذلك ان يعني التعلم عن بعد ليس فقط لحضور الطالب في المحاضره او المطلوبه منه بحيث انه يدخل على المنصه ويحضر المحاضره بعدين يخرج من المنصه. نحن ما نخلق ما نسميه بالحرم الجامعي الرقمي، ان تكون في هناك امور تفاعليه اخرى خصوصا في الاعمال اللاصقيه. نحن لدينا في داخل الكليات انديه طلابيه، فبدينا نحول هذه الانديه الطلابيه تكون متواجده للطالب من خلال هذه المنصه الرقميه. كذلك البرامج الترفيهيه لطلابنا وطالباتنا، يعني حتى بعض الالعاب الفيديو قد تكون، بعض الارشادات من ناحيه تفاعليه اكثر للطالب تكون متوفره له من خلال هذه المنصه. فيكون ليس فقط تعلم عن بعد وانما تكون عباره عن حرم جامعي رقمي مؤهل لجميع متطلبات الكليات بحيث ان الطالب يقدر يتفاعل مع هذه المنصه ويحس انه ليس فقط دوره في حضور المحاضره والخروج منها في هذه المنصه وانما التفاعل مع الانشطه الاخرى. اخر شغله بركز عليها انه يمكن ان التعلم عن بعد ليس فقط عباره عن شبكه واي فاي وجهاز كمبيوتر او جهاز لوحي. التعلم عن بعد له متطلبات تفاعليه ابعد من هذا الشيء بكثير، طرق التدريس مختلفه بشكل كبير التعلم التفاعلي عن بعد، جاهزيه الاساتذه طبعا امر ضروري، كذلك ثقافه طلابنا وطالباتنا في استقبال هذا النوع من التعليم كذلك امر ضروري، اعدادهم بشكل افضل باستخدام هذه التقنيات، التزامهم ويعني اللي ينظرون الى التعلم عن بعد كذلك ليس يعني بجديه عاليه امر ضروري كذلك. لذلك هذا الجانب التوعوي والجانب الثقافي ان نعد طلابنا بشكل افضل انهم يكونوا جاهزين لاستخدام هذه التقنيات ويتفاعلون معها بشكل عالي، هذه من الاشياء اللي بالفعل احنا استثمرنا فيها في كليات التقنيه خلينا نقول في السنوات الاخيره. هذا بشكل مختصر عن المسح وعن التجربه وعن بعض التوصيات اللي يعني طرقنا لها من خلال المسح. ما قصرت ما قصرت سعادتي اخر يومين. سعاده الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنيه العليا، حدثنا ايضا عن تجربة للتعلم الذكي خارج الحرم الجامعي في كليات التقنية العليا في دبي. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وأيضا مزيد من التوفيق.